نحن سعداء بوجودنا هنا في القاهرة في مصر، لأن هذه لحظات هامة جدا لكي ننقل المعلومات عن رياضة الكاراتيه، لأنها ليست قتال ولكنها طريقة للتعرف على مدارس مختلفة وعقليات مختلفة لديها نفس الهدف، هو تعليم واحترام وأيضا جزء من الحياة. عندنا حوالي 10 دول بخلاف مصر موجودين، أمثال بقى النيجر، غينيا، بنين، الكونغو الديمقراطية، السودان وهكذا. فإن شاء الله يعني يطلع الحدث مشرف ويليق باسم مصر. والله إحنا بنخطط إن إحنا نستضيف كأس العالم السنة الجاية، يعني إحنا بنتنافس مع البرتغال وربنا يكرم إن شاء الله ونحاول نستضيفه العام القادم في نفس التوقيت. المنافسة في الكاراتيه التقليدي صعبة جدا لأنها لا تتعلق فقط بالنقاط، ولكنها لدي تحتاج لديناميكيات جسدية وامتداد وفكر جيد ورؤية جيدة. هناك العديد من الجوانب التي تضاف إلى فنيات الهجوم والدفاع. البطولة جيدة جدا نظرا للتنظيم الرائع الموجود هنا، ونشكر الاتحاد الإفريقي والعديد من الدول الموجودة هنا، ونجد أن مدير الاتحاد هنا والمدير الفني هنا، ونحن نعمل بشكل كبير لكي نطور المستوى الفني الإفريقي، والكل يؤدي عملا طيبا، سواء الدكتور رامي أو الدكتور عجمي أو الدكتور فوزي، والكل يعمل بمنتهى الجدية لتطوير وبناء هذه اللعبة. تنظيم راقي جدا، برنامج مرتب، حضور كبير جدا، فرق مشاركة من دول ما شاء الله أعضاء عظيمة، تجهيزات كاملة تماما، وده اللي تعودناه دائما في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في انه جميع الفعاليات اللي بترتب في جمهورية مصر بتلقى تنظيم كبير جدا وبتلقى ترتيب كبير جدا وبتلقى مشاركة كبيرة، ونحن سعيدين بذلك.